إلى سبها، حيث يسود المدينة الهدوء بعد دخول قوات الجيش الوطني والثوار ودحر فلول النظام السابق. وأفاد مراسل القناة أن الحركة اليوم لا تزال تدريجية في الشوارع الرئيسية باستثناء أحياء المدينة، مع استمرار إغلاق محطات الوقود والمصارف والمصالح الحكومية، مبينا وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية إلى مطار سبها لنقل الجرحى والمصابين نتيجة الأحداث التي شهدتها خلال اليومين الماضيين. وأضاف بأن مكتب وزارة التعليم في المدينة أعلن أن استئناف الدراسة في جميع مراحلها سيكون مطلع الأسبوع القادم. معنا عبر الهاتف مراسلنا من سبها إدريس جبجي. إدريس، كيف هو الوضع اليوم في مدينة سبها بعد التحرير؟ الأوضاع يعني تسير بعملية تدريجية. هو فتح لبعض المحلات وخاصة في أحياء الجديد ووسط المدينة، ولكن ما زالت بعض الشوارع مغلقة، ما زالت محطات الوقود مغلقة. وبالعودة إلى الطائرة التي هبطت لرفع الجرحى، هي طائرة عسكرية قد نزلت قبل قليل في قاعدة التمارين الجوية التي تم تأمينها من الثوار مصراتة هي وبوابة قوية المال، ورفعت هذه الطائرة عدد 15 جريحا من مستشفيات في مدينة مصراتة، وسوف تأتي طائرة أخرى لرفع 15 جريحا يعني من الحالات التي تستدعي العلاج خارج مدينة سبها في قاعدة التمارين. ومطار سبها ما زال مغلقا ايضا، ويتواجد به قوات تابعه للواء السادس مشاة، ومعها باقي من طوار زنتان التي وصلت مدينه سبها. ولكن كما علمنا من مصدر من مكتب التعليم بمدينه سبها ان قد حدد منذ الاجتماع الذي عقد قبل فتره مع لجنه الازمه انها سوف تستانف الدراسه بكافه المدارس المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه مطلع الاسبوع القادم يوم الاحد. وعلمنا من مصدر المصرف التجاري الوطني لمدينة سبها انه سوف ينفتح ابوابه بعون الله يوم السبت القادم. هذا طيب، ماذا ادريس، ماذا عن المصارف ومحطات الوقود؟ ماذا عن هذه؟ طبعا اجرينا اتصالا مع مسؤولين في المسألة النفطية، وأوضح لنا ان توجد مخزونات كافية من المحروقات بمستودع سبها النفطي، حتى وان لم تصل امدادات، ولكن حتى الان لم تضع خطه يعني من قبل سواء عام المنطقه العسكريه او القوات التي اتت طبعا يعني لتامين لفتح الطرق ولتامين السيارات صهاريج نقل الوقود من مستودع سبها النفطي ومنها الى المحطات داخل مدينه سبها التي تملك 10 محطات وايضا الى باقي مدن الجنوب الاخرى. لم يتم حتى الان وضع خطه ل يعني انتشار الجيش في الشوارع الرئيسيه وفي التقاطعات وتامينها وفتح بعض الطرق المقفله خاصه بالاحياء المتوتره التي يوجد بها قناص وغيرها. لم يتم حتى الان داخل المدينه انتشار فعلي لقوات امن او جيش. يعني اذا الى الان لا وجود لانتشار الجيش بشكل فعلي ولا حتى ثوار ادريس؟ نعم، لا يوجد داخل المدينه، بينما الذي يوجد ثوار هذه الاحياء السكنيه يقومون بتامين احيائهم عن طريق انشاء بعض الاستيقافات في الطرق في تلك الاحياء فقط، ولكن انتشار. طيب، ماذا عن قلعه سبها؟ كيف الأضرار التي تتواجد بها، وحسب الأنباء أن هناك سور قد تم انهدامه نتيجة الاشتباكات السابقة؟ طبعا قبل العودة إلى موضوع قلعة سبها، أحب أن يعني معلومة وصلتنا من مكتب السيارة بشركة الكهرباء أنه قد تمت صيانة الخطوط، كما نعلم ان في اليومين السابقين نتيجه الشبكات التي وقعت بموقع 80 قد انقطعت الكهرباء عن باقي مدن الجنوب الاخرى. قد عادت بجهود الفنيين في شركه الكهرباء صيانه، قد عادت الكهرباء الى مدن مرزق ومدن تراغن وغيرها من مدن جنوب الليبي الاخرى. طيب، ما هي المناطق التي عادت اليها يعني خطوط الكهرباء؟ مرزق وضواحيها، تراغن وضواحيها، أوباري، غدوة، قرية غدوة، يعني هذه كل المدن قد عادت إليها التيار بفعل يعني جهود الفنيين بالشركة العامة للكهرباء. ولكن بالعودة إلى موضوع القلعة، طبعا كما تعلمون أن المنطقة محيط قلعة سبها حتى مطار سبها ومنه خلفه إلى المنطقة العسكرية سبها، هذه كلها تعرف في مدينة سبها منطقة المعسكرات الأمنية، وكلها معسكرات يعني لم يتم يعني هي تم بنائها حتى منذ سبعينات القرن المنصرم هي في هذا المكان، ونتيجه لذلك. شكرا جزيلا لك ادريس.
شكرا جزيلا لك مراسلنا من سبا إدريس جبجي.